وإلى الرمثة شمالاً، حيث يحتفل الحاج السبعيني عبد الله ذيابات مع عائلته بمناسبة اجتيازه امتحان التوجيه بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من نصف قرن، ليكون اليوم أكبر ناجح عمراً في الأردن بامتحانات الثانوية العامة. أنا عمري 73 سنة وأنجح، وهو عمره 18 سنة ويسقط. يعني أنا نجحت بس كانت فرحتي مش كاملة، لأنه حفيده وعندي بالبيت ما نجحش. طيب أنا مسؤول عن عيلة كاملة، أنا أحفادي تقريباً 55 واحد، طيب أنا بشان فيهم كلهم. يعني أنا كانوا يسيروا علي بالجمعة مرتين، يعني مرتي منعتهم يجوا أحفادي، يعني بعملوا روشي بالبيته، يقولوا ممنوع تيجوا تا تخلص الامتحانات. اسمي عبد الله مفلح محمد الذيابات أبو عيسى المرقب. كنت أشتغل تاجر، أدز بضاعة، تاجر طبعا خضرة، كنت أدز للدول برا، أدز لروسيا، لرومانيا، للإمارات، للبنان، يعني شغال على مدار السنة. قعدنا طبعا قبل 20 سنة تقعدت سنة 2005، بطلت أشتغل بالمرة، قعدت الحمد لله طلعوا الشباب صاروا يشتغلوا، فضيت لحالي، صرت أفكر بالتوجيه. فكرة التوجيه يا أخوي، أنا ثقفت كثير بالحياة، يعني لفيت تقريبا كثير بلدان، ثقافتي كويسة عالية والحمد لله. بحترم الناس، بقدرهم، ما فيش عندي إساءة لحدا، بس ناقصني تعليم، الثقافة غير التعليم. أنا كانت تساعدني بنت مؤيد صالح الذيابات بالتوجيهي، بنت يعني نابغة بالعلم وبنت جامعية، كنت كل أسبوع أروح عليها مرة مرتين، يعني تصدف إني بآخر فترة أيام الامتحانات كنت أروح عليها كل يوم، تنطيني حصة رياضيات بس لحالها، وتحاول تقول لي تعال كل يوم، ما في عندي قراية ثانية، في عندي تاريخ، في عندي جغرافيا، في عندي علوم إسلامية، تربية وطنية. يا أخي أتعرض لأسئلة كثير، يعني حتى لدرجة إنه من الضباط أو الضباط الأمن العام اللي على الباب ويرنفوت، يعني يقولوا أنت مشرف، أنت مدرس، أنت، أقول لهم لا أنا طالب. طيب طالب ليه بدك تقرأ؟ أقول والله يعني العلم مطلوب للصغير والكبير، كل طالب وهم إحنا طالعين هذا يكمشني هذا يكمشني، حجي ليه بدك تقرأ؟ بالتالي شو كنت أقول لهم؟ أقول لهم مغلبين أولادي، أولادي مش راضين يقروا، بدي أنطيهم دافع على قدام عشان يقروا. أنا أظني يعني قربت على الحفرة مثل ما بقولوا، قربت على الآخرة، وقاعد بدي أقرأ. طيب أنتوا ليش ما تقروا بأول حياتكم؟ يعني دافع على الشباب الصغير هاي اللي طالع جديد، اللي مش عارف تقرأ أو بتاش تقرأ. توجهاتي على الجامعة مباشرة، أنا حاب أقرأ علوم سياسية. أنا قريت ولد عندي ابن إلي علوم سياسية بنفس الجامعة، جامعة آل البيت، وحاب أني أقرأ علوم سياسية، لأنه ينفعني بالمستقبل.